فريق الاتحاد المغربي للشغل. شكرا. السيد الوزير، في خضم الاحتقال الاجتماعي المتنامي بالقطاع وشكاوى المواطنين من تدهور الخدمات الصحية والأوضاع الكارثية للمرافق الاستشفائية، فإعلان عشرات من أطباء القطاع العام عن استقالات جماعية هو رسالة قوية تعكس مدى الإحباط والتدمر السائد بين صفوف الأطباء بسبب عدم تفاعل الآني للوزارة الوصية مع مطالبهم العادلة المتمثلة بالخصوص في تحسين أوضاعهم المادية والمهنية وظروف اشتغالهم المتدهورة بفعل النقص الحاد في الموارد البشرية ونقص معدات والأجهزة الطبية والبيوت الطبية وعدم توفر الحد الأدنى من المعايير المتعارف عليها للممارسة الطبية السليمة والإنسانية، هذا إضافة إلى تنامي الاعتداءات اللفظية والجسدية وحملة التشويه الممنهجة التي يتعرض لها كل العاملين بالقطاع. لذلك لا يفوتنا في فريق الاتحاد المغربي للشغل أن نذكركم سيد الوزير بالاحتجاجات التي تخوضها باقي فئات القطاع الصحي العمومي ببلادنا من ممرضين ومهندسين وأطر تمريضية ومتصرفين وتقنيين واللائحة طويلة من هذه الفئات. وفي هذا الإطار نؤكد في الاتحاد المغربي للشغل أن إصلاح المنظومة الصحية ببلادنا ينطلق بالضرورة من توفير الظروف الملائمة وعلى رأسها نزع فتيل الاحتقان السائد داخل القطاع وضمان خيارات العنصر البشري والاهتمام به والاستجابة لمطالبه العادلة، ومنها أولا تحسين ظروف العمل والاهتمام بالعنصر البشري العامل بالقطاع وبمساره المهني. ثانيا الرفع من الاعتمادات المالية المرصودة لقطاع الصحة واحترام معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة التي تؤكد على ضرورة ملائمة التجهيزات مع مهام واختصاصات ونوعية المستشفى حتى لا تبقى السيد الوزير المراكز الصحية والمستشفيات الجهوية والإقليمية ببلادنا مجرد أسماء ليس إلا. ثالثا سد خصائص المزمن والحد في الموارد البشرية عبر توفير الأعداد الكافية من الأطباء والأطر التمريضية والتقنيين والإداريين في جميع التخصصات مع الاهتمام بالبرامج التكوينية لمواكبة العرض الصحي حسب برمجات وآجال محددة تماما كما أكد على ذلك المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير. رابعا تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثانية وعلى رأسها الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة باعتبارها ضرورة مجتمعية ومطلب للعاملين في القطاع. خامسا ضرورة إصلاح المنظومة الصحية بعيدا عن التجاذبات السياسية التي تعيق أجراءات المخططات والبرامج القطاعية بإحداث هيئة عليا للصحة لتصدر الاستراتيجيات الصحية المتوسطة والبعيدة المدى. شكرا السيدة المستشارة.